اختراعه الأخير ليس الوحيد، بل سبقه العديد من الاختراعات والتي حصل من خلالها على عدد من براءات الاختراع. نتكلم هنا عن المخترع فارس الباروكي ابن السويداء، الذي قام باختراع محراز زوده بطاقة ميكانيكية هيدروليكية وطاقة رجاجة بقوة 15 طناً، مما يمكنه من تفتيت الصخور واقتلاعها وتفتيت طبقات التربة الكتيمة والسماح للأمطار بالتغلغل داخلها. كما قام أيضاً باختراع محراز ذكي يعمل على حساسات تقوم بتعطيل عمل المحراز عند اقترابه من جذور الأشجار لمنع قطع الأشجار والإضرار بها. هاي المحرك أنا ألغيت كل ما يتعلق بدائرة وقود الديزل، يعني ما عاد في مضخة ديزل، بخاخ، كولاس، صمامات المسؤولة عن تشغيل هالمحرك سابقا. نحن اليوم أجبرنا هاي المحرك على الدوران بطريقة أخرى. أما عن اختراعه الأخير والذي شارك في معرض الباسل الدولي وحاز على المرتبة الثالثة وحصل على ميدالية برونزية وللآن للحصول على براءة اختراع له، فهو محرك يعمل بالاستغناء عن الوقود، حيث يعمل المحرك على الحركة الدورانية للعطالة والتنافي المغناطيسي. إنما نحن أبقينا على جزء أو أجزاء من هاي المحرك موجودي، مثل جسم المحرك والكرنك والبستون والبيال، وصنعنا يعني أشياء تلائم عمله الجديد. من هذه المصنوعات اللي صممناها منلاحظ انه نحن في عنا تم تعديل على المكبس بشكل رئيسي. هذا المكبس كان شكله مختلف اثناء عمله سابقا، والان هو بطريقه جديده. منلاحظ نحن زرعنا فيه الأشياء المحرضة أو المحفزة لعمل هاي المحرك. أيضا نحن صنعنا كولاس مختلف، هذا الكولاس يتلائم مع طبيعة ودوران هاي المحرك بوضعه الحالي. والجدير بالذكر أن فارس يعمل على هذا الاختراع منذ 10 سنوات، وزاد الاهتمام به خلال سنوات الأزمة خصوصاً مع عدم توفر الوقود. وأكد فارس أنه أنجز 80% من الاختراع وما زال يعمل على إنجاز الباقي ليصبح اختراعه جاهزاً. كانت هناك لجنة تحكيمية، هاي اللجنة ومن خلال الإخبارية السورية بقدمها كل التحية والتقدير والشكر والامتنان على هذا الفكر العلمي النير. هم ثلة من أساتذة جامعات القطر، بقدم لهم التحية. طبعا فتحنا المحرك بمعيتهم ورأوا ما رأوه وشرحنا ما شرحناه، وكانت نتيجة هاي العمل مثل ما عم بتشوفوا. حلق بما يخص براءة الاختراع، المديرية حماية الملكية منحتني 6 شهور حماية لهذا المحرك لإنجاز براءة، يعني ملف براءة الاختراع، وطبعا أنا هلق عم بشتغل فيه. نحن اللي بحاجته، نحن أي مخترع هلق مثل هاي الأعمال اللي قمت فيها، أنا كلفتني 100 ألوف. يعني هلق أنا ما عندي إمكانية بهالألوف هي إني أقدر سيطر على مثل هيك محرك. كل يوم تطلع لي فيه شغلة جديدة، كل يوم في عندي شيء جديد، وكل يوم في تطوير جديد، وهذا التطوير وهذا الشغلة الجديدة بدها إمكانيات. نحن يا ريت لو تكون في جهة حكومية رسمية تدعمنا عن طريق قروض، عن طريق مساعدات، عن طريق مكان يعمل فيه لمصلحة هاي المخترع تكون حقوقه مضمونة.